بعد استيفاء جميع إجراءات قانونية تم تفتيش مسكن المشتبه فيه، حيث أسفرت العملية على توقيف مالك الورشة المدعو بميم الذي كان محل بحث من أجل الأمر بالقضي بسبب تورطه في قضية متاجرة بالأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى حجز منظار نهاري، آلتين لتعمير ونزع كبسولات، 3 آلات ضاغطة للبارود، حملتين خرطيش 790 خرطوشة عيار 12 و16 ملم، منها 12 خرطوشة مملوءة، 29 كبسولة حية عيار 12 و16 ملم، 15 مقذوف رصاصي عيار 16 ملم، 415 غرام صاشم، 588 غرام من البارود الأسود، 8 كيلوغرام من مادة ملح، 42 قطعة فلين لضغط البارود داخل الخرطيش، 722 غلاف ورق الخرطيش، علبتين بلاستيكيتين.